قولي آلاء، يعني المرض بتاعها ايه بالظبط؟ انا عارفه ان هو مرض، يعني فيما معناه مرض الشيخوخه المبكره او شيخوخه تصيب الاطفال. هو اتولد طبيعي جدا آلاء في البدايه خالص حضرتك. بعد سنه ونص من ولادتها مامتها لاحظت انها ما حبتش في صغارها، خلاص مشيت على طول يعني. تمام. بتحس بالم، احنا ما كناش عارفين ايه مشكلتها. الدكاتره بعد رحله طويله خالص مع الدكاتره، دكتور الضروطي قال للاسف عندها بروجيريا. بروجيريا يعني الطفل بتجيله اعراض الشيخوخه. تمام. رحت بها دكتور الضروطي، رحت الدمرداش، رحت معهد ناصر، رحت القصر العيني، رحت وابو الريش طبعا. وابو الريش طبعا. الكل اجمع لانها بروجيريا، وللاسف احتباس حراري وقرح في الفراش ده تسبب لها بسبب البروجيريا. برضه للاسف البروجيريا افقدتها حيويتها، لان قالوا لي البروجيريا دي الطفل بتجي له اعراض الشيخوخه. يعني انت ممكن معاك طفله مثلا سنها 3 4 سنين عندها امراض، شخص مثلا 60 70 سنه. للاسف. تمام. كنا صابرين الحمد لله ومحتسبين عند الله عز وجل. تابعنا مع الدكتور الضروطي بارك الله فيه، تبنى الحاله بالعلاج، وتواصل مع الدكتوره غاده الاماح بمركز البحوث الضوئي برضه، هم الاثنين تواصلوا مع بعض. للاسف لغايه يمكن سنه تقريبا ما كانش في علاج مباشر يحارب الشيخوخه اللي عندها آلاء. طبعا خلال ال 13 سنه عمر آلاء فقدت صابعها، فقدت شعرها بالكامل، تسبب لها في احتباس حراري بجسمها، معرضه ما تتعرضش ابدا للشمس حضرتك، لازم تكييف 24 ساعه. قرح الفراش. حضرتك مدرس لغه انجليزيه؟ انا مدرس لغه انجليزيه حضرتك. ربنا يعينك. وهي عندها اربع اخوات على حسب ما انا عرفت. عندها اربع اخوات. اربع اولاد. اربع. هي رقم هي اصغر حاجه؟ هي رقم لا هي رقم اثنين. هي رقم الا عندها 13 سنه حضرتك. سنه سته ابتدائي. هي ما شاء الله اللي عرفت ان انت كنتش عايز توديها، ولكن هي والدتها اصرت ان هي توديها، وهي كمان عندها عزيمه انها تتعلم. عندها عزيمه وتحدي، يعني تحدي غريب جدا يعني. انا احيانا كنت الله. بتعلم منها الصبر والتحدي لما بمر بامور صعبه خالص. آلاف سنه سته ابتدائي اصرت على التعليم وما فوتتش يوم في الدراسه. بتروح انت ما حبيتش توديها عشان ما يتنمروش بيها؟ عشان ما تتعرضش بس للتنمر وبعض النظرات اللي ممكن تاثر على نفسيتها وكده يعني. لكن فعلا لقيت عكس ذلك تماما في المدرسه، فصلها بيحبوها كلها جدا. كل عيد ميلاد لآلاء فصلها بيجيبوا لها هدايا. بيدافعوا عنها وبتتبسط بقى بالحاجات دي. بتنبسط وهي بتجيب لزميلاتها برضه هدايا في عيد ميلادها. هي حبيبتي. اجتماعيه جدا آلاء. تمام. بتحب تتصل بيهم وتواصل معاها. مره حكيت لي انه في تعرض للتنمر من بعض الزميلات في فصل تاني غير فصلها يعني وكده. زميله في فصلها دافعوا عنها. ما شاء الله. دافعوا عنها. آلاء محبوبه جدا من المدرسين. آلاء لو انت حافظه يعني حافظه قران، ايه من القران؟ قولي لنا كده آية الكرسي. آية الكرسي آلاء. آية الكرسي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم ما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه. ما شاء الله عليك. ما شاء الله. الله أكبر. إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله. ما شاء الله. هي حافظه يعني حافظه كثير من القران و حافظه يا جزء عامه جزء تبارك. هي ليله يعني ظروف القرح بتاعتها احيانا لما بتجيلها القرح ممكن تبقى طريحه الفراش مثلا على الاقل ثلاث اربع شهور. ربنا يبارك فيها يا رب وتكمل. يعني جميل ان هي تحفظ القران. هي وعدتنا ان شاء الله يعني تحفظ القران كله. ما شاء الله. ما شاء الله.